اوكي ماشي. فيصل هو الاول مكرر علم الرياضه زي ما حضراتكم عارفين، وحصل على منحه من مدينه دويل بعد ان تقدم بالرغبه في الدراسه دي في جامعه العلوم والتكنولوجيا. صبر عبد العاطي سيد المصطفى عادل القاضي الثالث مقرر علم الرياضة. من المنيا كان عاوز يدرس في MIT لكن لما حصل بقى على ده محمود حسن محمد الثالث يقرر علم الرياضه. محمود حسن محمد منة الله رأفت جامع الثالث مقرر علم الرياضة. منة الله رأفت جامع